السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نتمنى أول شيء السلامة والعافية لكم جميعا، ويعني هذا أول لقاء لنا بالتعليم عن بعد، ونأمل من الله تعالى يعني إنها تزاح هذه الغمة عنا، ونرجع إن شاء الله ونلتقي فيكم في التعليم الوجاهي. بداية يعني أول شيء، اسمي أنا دكتور خالد إسماعيل، راح أكون بدرسكم مساق برمجة واحد اللي هي جافا. بسبب مشاكل تقنية اليوم كانت في الموديل في البيج بلو بتن اللي هو برنامج البي بي بي، وفي مشكلة العدد اللي كانت واجهتنا في برنامج الزوم، فأنا راح يعني المحاضرة هذه عبارة عن محاضرة يعني بدي أعيد فيها الكلام اللي حكيته بالذات للناس اللي ما حضروش. هي كانت محاضرة تعريفية، تقديم فقط يعني نبذة عما الكورس، بدنا نستعرض فيها بالضبط يعني إيش الأشياء اللي راح ندرسها. أول شيء في عنا على المودل في حاجة اسمها السيليبس. لما بتفوت على المودل على مساق برمجة واحد راح تلاقي فيه في داخله اللي هو يعني اللي هو السيليبس، تمام؟ السيليبس هو عبارة عن تعريف بالخطة الدراسية اللي بدنا احنا نمشي عليها في هذا الفصل. الخطة الدراسية لو تيجي تعمله داونلود وتفتحه راح يطلع معك بهذا الأسلوب. طبعا تعريف هذه الترويسة عبارة عن اللي هي تعريف اللي هي الجامعة الإسلامية بغزة، كلية تكنولوجيا المعلومات، قسم علم الحاسوب، والفصل الأول 2020-2021، رقم المساق اللي هو CSCI 1304، واسمه بروجرامينج واحد، وراح ندرس فيه إن شاء الله اللي هو جافا، اللي هي جافا. طبعا كورسات الجافا في هذا القسم أو في قسم علم الحاسوب تنقسم إلى ثلاث كورسات: جافا واحد أو برمجة واحد، برمجة اثنين، برمجة ثلاثة. احنا نفس الكتاب راح يعتمد في تدريس الثلاث مساقات. احنا بدنا او يعني مهمتنا راح تكون في برمجة واحد انه نعطي اساسيات البرمجة، بسموها الهاندز اون، يعني انك يعني تعود ايديك كيف تبرمج، كيف تفكر، كيف تلاقي حل لمشكلة لو طرحت مشكلة امامك، تمام؟ طيب للتواصل معي هي ايميلي kismail@iugaza.edu.bs، بامكانك ترسل لي ايميل في اي وقت. لو واجهتك مشكله مثلا اعمل سكرين شوت للمشكله وابعث لي اياها على الايميل، وان شاء الله في اقرب وقت ممكن راح ارد عليك. وكل يعني بالنسبه لاي اعلان، لاي تعميم، لاي يعني تواصل ما بيني وما بينكم، لو بدي أبلغكم بشيء راح إن شاء الله تلاقوه على صفحة المودل بالأعلى هان، يعني زي ما صار عندنا تعميم اليوم إنه بسبب الضغط الهائل على سيرفرات الجامعة يعني بدنا نحاول نلاقي لنا حل آخر، وحاليا هم بيحاولوا يلاقوا لنا حل، وإن شاء الله يلاقوا لنا حل بوقت يعني بوقت قصير ويعني بسرعة. طيب بالنسبة للكورس، الكتاب اللي راح نعتمده في تدريس هذا الكورس اللي هو اسمه جافا An Introduction to Problem Solving and Programming، اللي هي النسخة التامة. ما تم تدريسه في السنة اللي فاتت واللي قبلها النسخة السابعة، هذه آخر نسخة موجودة من هذا الكتاب. والكتاب هذا طبعا راح تلاقوه على المودل كمان في صفحة المساق، راح تلاقوها تحت السيليبس على طول. هذا الكتاب عبارة عن 1050 صفحة تقريبا، مش مطلوب منكم تطبعوه بتاتا، خليه عندكم بس نسخة إلكترونية أفضل لكم. طيب النقطة الثانية، يعني راح أنزل كمان حاجة اسمها سلايدز اللي هي الباوربوينت سلايدز. هذه عبارة عن يعني
نقاط أساسية ونقاط عامة مشتقة من الكتاب، بتكونش قد الكتاب، بتكون أقل من الكتاب، لكن في بعض الأحيان يعني بدنا سلايدات عشان يعني نسهل على حالنا الشرح، وانتو النقاط الرئيسية بتكون في هذه السلايد، بتكون أسهل لكم انكم يعني تستوعبوا هذه النقاط. في حال انه نقطة معينة مش واضحة للطالب في أي شريحة من شرائح العرض اللي موجودين عندنا هان، بإمكانك ترجع للكتاب وتقرأ عنها وتترجم ويعني تفهمها. ما فهمتهاش ارجع لي، أنا بحاول قدر الاستطاع إني أوضح لك إياها. ما استوعبتهاش مني، في عنا الأستاذ خالد عوض وفي الأستاذ رامي عطلة، الأستاذين هذول راح يكونوا مدرسينكم في العملي، في جزئية العملي لهذا المساق. طيب هذا بالنسبة للكتاب. طيب بالنسبة للفصول اللي احنا بدنا نغطيها من هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب الأساسي بنسبة 90% أو بنسبة 95%، وفي عنا كمان كتاب ثاني هنا يعني ممكن ناخذ منه 5% للتوضيح، بس على الأغلب راح نعتمد على هذا الكتاب فقط. طيب بالنسبة للمواضيع اللي احنا بدنا نتطرق إلها، اللي هو أول موضوع introduction. الانترودكشن عن إيش الكمبيوتر، إيش معنى كمبيوتر، إيش يعني برمجة، إيش يعني ذاكرة، إيش يعني هاردوير، إيش يعني سوفتوير. هذه الأشياء لازم يعني تكون عندك فكرة عنها، يعني هذه راح ناخد فيها تقريبا كمان محاضرة، راح نتكلم على اللي هو الكمبيوتر، عن الستركتشر تبع الكمبيوتر اللي هي بنية الكمبيوتر، كيف بيصير تنفيذ الأشياء في الكمبيوتر، وليش إحنا اضطرينا أو ليش لجأنا للجافا، أو إيش وظيفة الجافا كلغة برمجة وإحنا ليش بنتعلمها. تمام. برضو راح نتكلم على الالغوريثمز، راح نتكلم على اللي هي خصائص اللي هي وبنية لغة جافا، بعدين راح ندخل على اللي هي اللوب ستيتمنت. اللوب ستيتمنت اللي هي التكرار، عملية التكرار. في أكثر من طريقة لعمل تكرار، مثلا لو مثلا بدي أطبع اسمي 5 مرات، ما فيش داعي أروح أقول له اطبع اسم مثلا خالد 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 خالد، لا، بقول له بجملة واحدة اطبع لي اسم خالد لكن كرر لي إياها 5 مرات. هذا المقصود في عملية التكرار. في عنا كمان الأري، موضوع الأري اللي هو موضوع المصفوفات، راح نتعرف كيف المصفوفات، كيف بنيتها، كيف بيصير الواحد مثلا يخزن داخل مصفوفة، كيف يستدعي أشياء من داخل المصفوفة، فهذه بتخص الأريه. بعدين في عندنا الميثودز اللي هي العمليات الفانكشنز اللي بتتم أو بتصير من خلال جافا. الميثودز معناها اللي هي العمليات. تمام، العمليات. بعدين راح ندخل على اللي هي الكلاسز اند اوبجكتس. هذا موضوع شويه متطور، يعني انا مش راح اشرح من هان وتحت حاليا، لانه يعني لازم يكون عندكم خلفيه عن الاشياء هذه، بعدين بنيجي نتكلم على الكلاسز اند اوبجكتس. يعني هذه تقريبا زي مقدمه لبرمجه 2، راح تكون هذه عباره عن مقدمه لبرمجه 2. طيب احنا لو نيجي نطلع، يعني بس قبل ما نرجع او قبل ما نطلع للكتاب، خلينا نشوف الاسسمنتس اللي هي التكليفات اللي انتم مطلوبه منكم. زي ما صدر من دائره الشؤون الاكاديميه انه كل طالب عليه انه يجلس لامتحان تحريري نهائي في الجامعه، ووزن الامتحان التحريري هو 60%. طيب في عندنا خلال الفصل راح يكون حاجة اسمها الكاري ماركس، اللي هي العلامات الفصلية. العلامات الفصلية بضل من 60% بضل 40%. قسمناها كالتالي، في عنا كويزين. طبعا الكويز مش فجائي، لكن انا راح اعلن لكم عنه، راح اقول لكم في تاريخ كذا الساعة كذا في كويز. الكويز مثلا مدته ربع ساعة، مدته ثلث ساعة، مدته نص ساعة. هذا كويز بدك تحله في الوقت المحدد لك، وعلى كل كويز منهم 10 درجات. وبرضو في عنا كمان ميد تيرم اكزام اللي هو امتحان نصفي، راح يتم برضو الاعلان عنه. والامتحانات والكويزات هذه راح تتم من خلال منصة مودل، من خلال اللي هي مودلز، راح يتم الاعلان عنها هان،
وراح نقول لكم يعني الوقت والتاريخ والإعلان عنه راح يكون في هذه المنطقة في الملصق الموجود أمامنا. طيب عشان تتعرفوا على كيف الواحد بحل بحل كويز أو بحل امتحان، يعني في الأسبوع الجاي أو اللي بعده أو اللي بعده راح أعمل لكم كويز دمي يعني أو ديمو، يعني عشان تتعرفوا أنتوا كيف الكويزات كيف بتصير، كيف بتحل، كيف الطرق اللي بدك تتعامل فيها مع الكويز، وكيف بدك تسلم الكويز. فهذه راح أشرح لكم إياها، وراح أحط اللي هو الكويز وأشوف كل واحد فيكم إن شاء الله بدخل وبحل الكويز. طبعا فيش عليه درجات، هو بس عشان تتعرف كيف طبيعة الكويز بدأتكم، كيف طبيعة الأشياء اللي بدك، يعني كيف طبيعة الحل. طيب الميدتيرم راح يكون برضو نفس نظام الكويزات، راح يكون عبارة عن أسئلة وانت بدك تجاوب عليها. طبعا بس الميدتيرم عليه 20 درجة، الكويزات هنا كل واحد عليه 10 درجات. طبعا حاليا بسبب انه المحاضرات راح تكون مصورة ما فيش عندنا حضور وغياب حاليا، لكن لو كان في تعليم وجاهي لازم يكون في حضور وغياب، والطالب اللي بيزيد غيابه عن 25% من مجموع المحاضرات لا يحق له انه يدخل الامتحان النهائي. فبسبب انه فيش عندنا اللي هو الحضور والغياب، يعني هذا البند يعتبر يعني ساقط من هذا اللي هو السيلبس. اذا صار مثلا ان اعطيتكم بروجكت، اعطيتكم واجب تحلوه، اذا واحد نسخ من واحد تاني وتم اكتشاف انه حدا ناسخ من واحد تاني، الاثنين بدهم ياخدوا ايش؟ بيج زيرو، اللي هو صفر كبير، وما تراجعونيش، لانه فيش واحد بياخد صفر الا يكون ناسخ، الا يكون في حل طبق الاصل موجود او وجد معه ومتشابه مع واحد اخر. هذا كل اشي عن المادة. خلينا بس ناخد نظرة عن الكتاب. الكتاب هو موجود عندي في هان، لا هذا سيكيورتي، هاي الكتاب. طيب هذا الكتاب، يعني لما تيجي تفتح الكتاب ممكن يظهر معك بهذا الشكل. لو نيجي على الكفر، هذا الكتاب هو عبارة عن اللي هو اسمه جافا An Introduction to Problem Solving and Programming. هذه عبارة عن Global Edition قدرنا نحصل عليه. الآن لو نيجي ندخل مثلا على موضوع اللي هو الفهرس عشان نشوف بالضبط ايش المواضيع اللي احنا بدنا نغطيها. بريف كونتنتس، هاي بريف كونتنتس. طيب في البريف كونتنتس اللي احنا بدنا نغطيه في عندنا تشابتر 1 انترودكشن تو كمبيوترز اند جافا، اللي هي عباره عن مقدمه عن الكمبيوتر وكيف بنيت الكمبيوتر، شو هي الجافا، ايش مواصفات الجافا، كلها راح تكون عباره عن اشياء نظريه، فيش عملي في هذا التشابتر، هي عباره عن مقدمه بس عشان نفهم احنا كيف قاعدين بنطور وليش بنطور. بعدين ندخل على تشابتر 2 اللي هي البيزك كومبيوتيشن، يعني برمجة خفيفة، كيف الواحد يعمل يعني مثلا جمع لعددين، ضرب لعددين، قسمة عددين، طرح عددين، كيف يطبع، كيف يتعامل مع المتغيرات. راح نتعرف على كلمة المتغيرات وشو معناتها برضو في المحاضرات القادمة. ما تقلقوش من المفاهيم اللي بالانجليزي، هذه راح ان شاء الله تكون سهلة جدا وبسيطة جدا، وراح نستوعبها بكل سلاسة وبكل بساطة، وان شاء الله راح تنطبع فروسكم من هان لحد ما تخلصوا اللي هو الجامعة ولحد ما تتوظفوا كمان ان شاء الله. طيب في عندنا كمان اللي هو تشابتر الثالث اللي هو بتكلم عن البرانشينج، يعني اذا بدنا نعمل مثلا اللي هي الاف ستيتمنت، الجمل الشرطية، يعني مثلا قلنا اذا مثلا إذا الطالب حاضر المحاضرة فبيأخذ مثلا درجة، إذا ما حضرش المحاضرة المفروض إنه ما يأخذش درجة. فهذه الجمل الشرطية اللي بنسميها اللي هي البرانشينج، هذه برضو راح نتعرف عليها وكيف نصيغها وكيف نكتبها باستخدام اللي هي الجافا. في عنا كمان التشابتر الرابع بيتكلم عن الفلو أوف كنترولز اللي هي اللوبس، زي ما حكينا التشابتر الرابع بيتكلم على جمل التكرار، كيف أنا بدي إياه مثلا يطبع شغلة معينة
عدد معين من المرات. يعني مثلا انا بدي اياه يطبع مثلا رقم 120 مره، فانا مش صح ان اروح اضلني اكتب 100 100 120 مره، لا هذا غلط، او يعني مش غلط، هذا مش صح، مش عملي. احنا ممكن نعرف له من 1 ل 20 بدي اياك تطبع لي 100 تعريف من خلال اللي هو جمله التكرار، بنقول له كرر لي الجمله هذه 120 مره، فبروح بيطبع لي مثلا 100 بجمله واحده، بجمله واحده بنقول له كرر لي اياها 20 مره، فمن خلال الجمله واحده بيقدر يطبع لي رقم 120 مره. فهذه اللي هي استخدامات اللوب، او يعني كيف بشكل مبسط اللي هو جمل التكرار. طبعا جمل التكرار لها يعني استخدامات كبيره جدا واكثر من اللي احنا حنحكيه، بس هو اللي حكيته عباره عن مثال للتبسيط. الشابتر 5 راح يكون فيه ديفينيشن للكلاسز والميثودز. هذه تختص ببنيه جافا. الميثودز اللي هي الاجراءات، اللي هي المهام المطلوب، يعني مثلا او يعني بدنا نسميها بكلمه اخرى اللي هي فانكشنز، اللي هي عمليات اجراءات، شغلات انت بتستدعيها من جافا، من خلال لغه جافا شغلات انت بتستدعيها وبتم تنفيذها من خلال جمله واحده. يعني مثلا بدل ما تضلك تعيد في كتابه الكود، بلوكات الكود مثلا تعيد كتابتها مره واثنين وثلاثه واربعه ويصير معك البرنامج مثلا 1000 سطر او مليون سطر، لا انا بروح بمسكها هذه وبحطها في حاجه اسمها ميثود، بلوك اسمه ميثود، وبنسكر عليه. لما انا بسكر عليه وقتش انا بستدعيه بتم تنفيذ كل الجمل الموجوده بداخله، ما فيش داعي اضلني اعيده لانه كثر كتابه الكود مش كويس للذاكره، مش كويس للجهاز، ببطئ الجهاز. فانا وقتش بدي انفذ هذا الكود بقول له استدعي هذا الكود نفذ لي اياه، بنفذه وبطلع منه. فهذا المقصود بالميثودز، وراح نتعرف عليها كمان باسلوب او بشكل موسع لما نوصل للفصل الخامس. الكلاسز اللي هي يعني لو بدنا نشرحها هي جمل برمجية بتكون داخل البرنامج كلها بنسميها كلاس. هذه الكلاس هي عبارة عن قالب، عبارة عن بلوك كامل من الأكواد، بلوك كامل من الأكواد، هذا بنسميه كلاس كامل من ألفه إلى ياءه، هذا بنسميه كله عبارة عن كلاس. وما يحتوي طبعا يحتوي على اللي هو الميثودز، اللي هي البروسيجرز أو الإجراءات أو اللي هي الجمل التنفيذية الخاصة بالميثودز. زي ما حكيت لكم اللي هو الأسماء الموجودة عندنا حاليا ممكن تواجه فيها صعوبة بفهمها، ما فيش داعي تترجمها. هذه الأشياء كلها المفروض أنك تحفظها كما هي. برانشينج، وتعرف إيش يعني برانشينج. لوبس، تعرف إيش يعني. أول ما حد يقول لك لوبس على طول يعني تربطها بحاجة لها علاقة بالتكرار. الكلاسز على طول المفروض انها تكون عندك فكرة انه هذا عبارة عن بلوك اوف كود، اللي هي صفحة اكواد او مجموعة اكواد ورا بعض. الميثودز اللي هي شغلات اجرائية ما بتتنفذش لحالها الا اذا انت رحت قلت له نفذ لي اياها. تشابتر 6 هان يعني مش راح نتكلم عنه، هذا راح ان شاء الله يكون معكم في برمجة 2، بس راح نتكلم على اللي هو تشابتر 7 كمان، اللي هو الأريز، اللي هي المصفوفات، مصفوفية أحادية، مصفوفة أحادية، مصفوفة ثنائية بتكون تنتين فوق بعض، ثلاثية، رباعية. ممكن يكون عندك مصفوفات كبيرة زي مثلا على سبيل المثال اللي هو الشكل الموجود عندي هذا، هذا ممكن تمثله كله بمصفوفة. راح نتعرف على كيف الواحد بيستخدم المصفوفات، كيف بيخزن فيها، كيف بيرتبها، كيف يعني كيف بيستدعي الأشياء الموجودة داخل المصفوفة، كيف بيطبع مثلا القيم الموجودة داخل المصفوفة. فهذه كلها إن شاء الله راح نتعرف عليها في اللي هو في الفصل السابع اللي بخص اللي هو الأريز. طيب بالنسبة للي هو البرزنتيشن الموجود، يعني في موجود عندنا برزنتيشن رقم 1 اللي هو تشابتر 1، هو عبارة عن انترودكشن، هذا موجود برضو على المودل عندكم، ولما تفتحوا لما تنزلوا
لما تنزله عندك على الجهاز راح يفتح معك حاجة زي هيك، هي Introduction to Computers and Java. فمن هان احنا بدنا يعني عشان طبعا كله الكلام الموجود هان بالانجليزي، ولكن انا راح اشرح لكم اياه بالعربي بشكل بسيط جدا بحيث انكم تستوعبوا تماما. في بعض الاشياء موجودة في اللي هو هذا الفصل او الفصول الاخرى القادمة، خليني بس اشوف. يعني ممكن مثلا خلينا نقول في صفحة 27 لقيت حاجة مكتوب اسمها listing 1.1 اللي هي هذا المقصود فيها الكود في 1.1. لما بشوف listing 1.1 المفروض انه طبعا هذا عبارة عن view sample program listing 1.1، لما بشوف 1.1 اذا بدي اروح ادور على listing 1.1 بدي ارجع للكتاب وندور على 1.1. اول ما بشوف كلمة 1 هنا معناته الفصل عندي فصل رقم 1، تمام. بدنا نروح على الشابتر رقم 1، ضغطنا عليه وجينا هنا اللي هو الصفحة الاولى في كتاب Introduction to Computers and Java اللي هو الفصل الاول. انا عشان امشي للي هو 1.1 خلينا نقدم شوي شوي ونشوف. مش هذه المقصود فيها 1.1، هذه عبارة عن section، عبارة عن يعني عنوان فرعي من هذا الفصل. خليني اورجيكم وين بالضبط موجود كلمة listing. هذه عبارة عن figure اللي هو شكل، وفي عندنا لسه recap programs برضو في figure 1.2. خلينا ندور على اللي هو listing، لسه مش موجود. طيب هاي عندنا حاجة اسمها listing 1.1. لما بتلاقي في السلايد حاجة اسمها listing 1.1 إذا بدك تدور عليها بدك تروح على الكتاب وتدور على listing 1.1 راح تلاقيها عبارة عن sample of Java program. دائما listing هذه بيكون تحتها على طول اللي هو كود لغة يعني مكتوب بلغة جافا زي ما انتم شايفين. بإمكانك انك تنسخه مرة تانية زي ما هو في الجافا في داخل محرر الجافا زي النت بينز وتنفذه، والمفروض انه يتنفذ معك تمام بدون اي مشاكل. طيب هذا بالنسبة للي هو الليستينج والاشياء هذه. يعني هيك اعتقد انه تم اجمال جميع الأشياء اللي تم مناقشتها في المحاضرة التعريفية الأولى. المنهج تبعنا إن شاء الله راح يكون عبارة عن تقريبا كل أسبوعين في نهاية الأسبوع الثاني راح نحاول قدر الإمكان إن نعمل محاضرة discussion اللي هي مناقشة، اللي عنده أي سؤال يسأله، وراح نحاول إن شاء الله تكون المحاضرة هذه تكون بث مباشر. لكن باقي المحاضرات راح تكون عبارة عن محاضرات تسجيلية فيها شرح باستفاضة، شرح بشكل بسيط. إذا واجهت أي صعوبة بشرحي واحد يخبرني، يعني بدي حدا يخبرني إنه الشرح مش واضح عيدلنا إياه بعدلكم إياه بدون أي مشاكل. هذا وبالله التوفيق، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.